بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذه الآية قلنا إنها جاءت بعد قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقلنا إن سعوا في آياتنا وضعوا المكايد في طريقها والعراقيل في سبيلها حتى يفسدوا أمر الدعوة وحتى يردوها على رسول الله في فمه الذي قاله. معاجزين، حالة كونهم معاجزين يعني يسيرون مع خالقهم في مضمار واحد، الله يريد أن يعجزهم وهم يريدون أن يعجزوا الله، معاجزين ماشيين ويا بعض في طريق واحد. طب وهل يستطيع أحد أن يعاجز ربه؟ لا يمكن. يبقى ده أدغ الغباء. فالذين سعوا في آياتنا اجتهدوا في إحباطها وحاولوا أن يكونوا في مكان القدرة الإلهية العليا معاجزين ليثبتوا أن الدعوة باطلة. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: لا تيأس من هؤلاء، فإن الذي جعل من الكفرة يسعون بالفساد ويعاجزون خالقهم جعل أيضا في الأرض من يؤيدك من الذين يؤمنون بآيات الله والذين يرون بعلمهم أن الذي تقول هو الحق وأن هذا هو الهراء. يبقى إذن أثبت لهم سعي وأثبت لهم معاجزة، ثم قال له: اطمئن في أنهم لن يطفئوا نور الله والله متم نوره. يريدون إيه؟ ليطفئوا نور الله والله، وقال لي: ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يبقى اطمئن على ان دي مش ممكن هتحصل. فقال ايه؟ الذين اوتوا العلم يشهدون لك بانك على حق وانك جايب حاجه كويسه قوي تهديهم الى صراط مستقيم. فخد دول قبل دول، ودول مجردين عن معونه القدره، بل بالعكس القدره ضدهم، وهؤلاء مؤيدون للقدره والقدره معهم. يبقى الكفه ترجع ولا ما ترجعش؟ تبقى ترجع. فيقول الحق: ويرى الذين أوتوا العلم، أمام الذين سعوا في آياتنا، يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كلمة ويرى الذين أوتوا العلم، ما هو العلم أولا قبل أن نقول يرى؟ يعني إيه العلم؟ هو كله قضية مجزوم بها، واحد يقولها وهي مجزوم بها وهي واقعة وعليها دليلها، هذا هو العلم. يبقى العلم هو ايه؟ قضية مجزوم معتقدة وهي واقعة ايضا، الاعتقاد في محله وتستطيع ان تدلل عليها، يبقى ده العلم. غير ذلك لا يعتبر علم. فالقضية إن لم يكن مجزوم بها ما تبقاش داخلة في العلم، تبقى في الشك، في الظن، في الوهم، ما تبقاش علم دي. طب وإذا كان مجزوم بها، ننظر هل الجزم ده بحق يعني واقع؟ نقول له إيه واقع. طب وما كانش واقع يبقى جهل، بقى جزمت بشيء غير واقع. هي جزمت إنما هو مش إيه؟ مش واقع. يبقى ده الجهل بقى. فكأن الجاهل مش هو الذي لا يعلم، لا، الجاهل هو الذي يعلم قضية منافية للواقع، إنما دوك أمي ما يعرفش لسه حاجة، أي حاجة تقولها له خلاص يمشي، إنما الجاهل عنده قضية إيه؟ مخالفة.
الكلام. طب فإذا كانت مجزوم بها وواقعة بس أنا ما أقدرش أدلل عليها، قال لك إيه، إن كنت لسه ما أنتش من أهل التدليل تبقى مقلد، بتقلد غيرك زي الولد لما نلقنه الله أحد الله الصمد، قضية ومجزوم به ووقع ولا مش وقع. إنما هل يستطيع الولد الطفل أن يدلل عليها؟ لا، هو قلد فيها من يثق في أنه مخلص له وهو أبوه أو معلمه. طب فإذا وصل إلى مرتبة أن يقول لك هي الله أحد ويدلل عليها، نقول له هو ده العلم بقى، هو ده الإيه؟ يبقى العلم عايز إيه؟ قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليلها، أدي يقولوا العلم. طيب العلم من هو؟ العلم أنواع كثيرة أوي لا حصر له. ليه؟ لأن العلم إما أن يكون علم الشرح، وهو أن تؤمن بإله وصفاته كذا 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 وتؤمن بالأحكام اللي صدرها، يبقى ده علم شرعي. علم إيه؟ شرعي. وده مصدره إيه؟ قال لك مش الناس، مصدره من فوق برسول يبلغه بمعجزة، ما حدش له في حاجة. طب الذين أوتوا العلم اللي هم دول بقى، قال لك أيوة اللي هم دول، اللي هم من بقى؟ الذين آمنوا بك وصدقوك بالمعجزة على أنك رسول، يؤمنوا بأن الكلام ده حق، يبقوا ضد مين؟ الذين سعوا في إيه؟ في آياتنا إيه؟ معاجزين. طب يقول لك اللي آمنوا بك دول متعصبين لك، أم قال لك والذين أوتوا الكتاب من قبل، الذين أوتوا الكتاب إيه؟ لأنهم يعرفون محمد ويعرفون أنه جاي كما يعرفون أبناءهم، ولذلك تجد القرآن مش جايبها باللزوم، جايبها بالنص. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل ردا عليه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أنه أرسلني بدليل أنه اداني معجزة ومن عنده علم الكتاب، اللي هم بتوع التوراة والإيه والإنجيل. يبقى أوتوا العلم، العلم من هو بقى؟ العلم الشرعي اللي جاي من السماء، اللي البشر ملوش أبدا فيه إلا النقل والرواية فقط، يشهدون لك بأنك كذا وكذا وكذا. طب ده حتة من العلم، العلم الشرعي ده حتة من العلم، وأين العلم الكوني؟ طب الشرع ده بيقول حلال وحرام ودمون، والعلم الكوني بقى اللي بينظر في الجماد وبينظر في النبات وبينظر في الحيوان وبينظر في الإنسان في غير قانونه الشرعي في كل ناحية من نواحيه، الله ده علم. صحته مثلا ده مش علم؟ علم برضه، ما دام العلم كله قضية مجزوم بها وواقعة وعليها دليل، مرة يبقى شرعي، دي اللي ما حدش يدخل فيه، ما فيش إلا البلاغ من الرسول وتنتهي المسألة، ودول شهدوا لك إن كانوا من أمتك وإن كانوا من الإيه؟ من السابقين، اليهود والإيه؟ والنصارى. طب والعلم الثاني بقى اللي هو العلم اللي نسميه إحنا العلم الكوني، اللي بيتعلق بالكون كله، يتعلق بالكون كله بجميع أجناسه، اللي هي إيه أجناسه؟ أدناها الجماد خلاص، ثم يأخذ خاصية أخرى وهي النمو فيبقى نبات، ثم يأخذ خاصية وهي الإحساس يبقى الحيوان، ثم يأخذ خاصية والتفكير يبقى الإنسان. مش دي كل أجناس الوجود فيه جنس بعد كده؟ العلم الذي ينتظم هذه الأشياء أشهد لك ويرى أيضا هو كده، قال لك آه. العلم الكوني الشرع مش جاي عشانه، الشرع جاي عشان يضبط الحاجة اللي الأهواء بتختلف بيه، إنما العلم الكوني ده كل الناس هيتفقوا فيه، كل عقل يبحث وبيغشوا ببعض ويسرق ويعمل يحوشوا العلم الأهوائي ما يوصلش، إنما العلم الكوني يسرقوه، أهو ده هيتفقوا فيه، يبقى ملناش دخل بيه. العقل ونشاطه، الله خلق لك مقومات حياتك في الأرض، شمس وقمر ونجوم ومية وهواء، والأرض بتطلع نبات وحيوانات بتخدمك، دي ضروريات الحياة. انت عايز تترفها بقى، شغل مخك في الكون اللي انت عايش فيه عشان تطلع أسرار الله في الكون وترقي حياتك شوية. قلنا زمان كنا لما بنعوز مية بنروح فين؟ إن كان عندنا نهر بنروح النهر، ما عندناش نهر بنفحت بير ونروح للبير، مش كده؟
طيب عال قوي. وبعدين نروح للبير ما نلاقيش فيه ميه، يعني المياه الجوفيه امتنعت مش موجوده. نقوم نعمل ايه؟ نستسقي يا رب امطر لنا شويه ميه. لكن لما بعدت الوسائل عندنا وبقت الميه في الصنبور وافتح بالبيت ومش عارف ايه، ساعه ما الاقيش ميه ما بقولش يا رب ازقني، اقول له شوف الكوبانيه ايه، هذا المواسير المواسير تلفانه. يقوم يروح للمواسير يقول له مواسيرنا سليمه والبتاع الحداد عال وكل حاجه. يقول له تروح شوف الكوبانيه الكبيره، يقول لك عال قوي. يقول روح له بالبابور، عمل ايه البابور بتعطل الله بعتت الصلات بيننا وبين مين؟ الله. كل الزمن ما يتقدم بحضرته يبعدنا شويه عن مين. انما الاول ما كانش فيه غير ما لقيتش الميه اقول يا رب استسقي خلاص. دلوقتي لما كنا بنروح البير ينجب الصفايح ينجب القرب ينجب مش عارف ايه ونروح ونعمل الدوشه دي كلها، فواحد قاعد يفكر بفكره الكوني بقى، مش ربنا قال له اعمل كده، لا فكر كوني. عمل ايه؟ قال لك الله المياه اللي بتنزل على الجبل ده بتنزل على الجبل الاول، وبعدين ما تستقرش الا في الواطي في الارض. طب ما الجبل كان يحتفظ بقى انك لما بينزل الواطي. قال الله طب انا امال اعمل ايه؟ قال لك طب انا لو انا عليت المياه دي عاليه 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 قوي وجبت منها مواسير ووديتها البيوت، ما هو الماء العالي يستطرق يجي للواطي يجي لك لحد البيت. ده كان شغل العقل، ده زياده في الاصلاح، زياده في الايه؟ في التكوين. ده اسمه علم ايه بقى؟ علم كوني. السماء ملهاش دعوه بيه، الكفره والمؤمنين يعملوه. ولذلك تجد حاجات بيعملها الكفره كتير. اللي اخترع الكهرباء دي ايه؟ كافر. اللي عمل التلغراف كافر. اللي عمل التليفون كافر. مساله مش ملهاش دعوه بالايه؟ اذا الشرع ما يتحكمش الا في الحلال والايه؟ والحرام. والحركه اللي هتختلف فيها الاهواء يضبطها هو في ايده، واللي هتتفق فيها الاهواء يسيبها وهو حر. طب الذين اوتوا العلم بقى نشوف، ادي احنا عرفنا العلم الشرع. طب والعلم الكوني بقى المتعلق بالجماد والنبات والحيوان والانسان؟ قال لك شوف بقى ربنا قال عليه، مش حي كلام من عندي. قال لك ايه؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، هتيجي في فاطر دي، فاخرجنا به ثمرات مختلف ايه الوانه. ادي النبات خلاص، ادي جنس في الكون. ما جابش كلمه شرع ولا حرام ولا حلال ولا صلاه ولا زكاه ولا حاجه، قولوا يا كده احفظوها دي جيدا. الم ترى ان الله انزل من ايه؟ فاخرجنا به ثمرات مختلف الوانها، ادي نبات، ومن الجبال ادي الجمال، جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يبقى جاب ايه؟ كم جنس؟ نبات وايه؟ عال. جدد بيض وحمر مختلف الوانها ومن الناس ادي الانسان، يعني القوانين بقى بتاعته الاجتماعيه والكلام اللي هو الصحيه والبتاع، والدواب ادي الايه؟ ادي الحيوان، مختلف الوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء اللي فين بقى؟ في الحلال والحرام؟ لا مش في الحلال والحرام، في ده جمادا في علم، نباتا في علم، حيوانا في علم، إنسان في علم، دي قضايا علمية. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لانهم هيشوفوا اسرار الله في هذه الاشياء ويطلعوا لنا منها حاجات حلوه. وصاحب الشرع بقى اللي بيقول حلال وحرام ياخد من كلامهم ويؤيد قدره الحق سبحانه ايه؟ سبحانه وتعالى. ما يقول لك بقى والجاذبيه ونيوتن اخترع الجاذبيه، يا سلام اهي الجاذبيه قعدت تخدمنا ولا احنا جاريين لحد ما جه مين؟ ما جه نيوتن. طيب والحركه والاحتكاك وتطلع شراره كهرباء وتطلع نور، اهو جه اديسون وعمل لنا الله. يبقى إذن دول علماء ولا مش علماء؟ وبالعكس عالم الشرع هياخد مما وصل إليه العالم الكوني أشياء دليل على إيه؟ على ثبوت القدرة. يبقى إذن العالم الكوني له مهمة ولا ملوش مهمة؟ طب من الذي يرى أن الذي جاء به محمد هو الحق؟ إن كان العلماء الشرعيين أهم أهل الكتاب قالوا واللي أمنوا بيك قالوا خلاص، والتانيين قال لك هم هيشهدوا برضه. إزاي بقى؟
طب هات لي كده علمه كونيه كده تشهد لله في حاجه. قال لك يا اخي احنا كنا بنتكلم في انه عالم الغيب لا يعزب عن علمه ايه؟ مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر. ذره؟ قال لك طب والذره هي ايه؟ الهباء المنتشر في الكون. طب دي كلام كلام ربنا. انا عايز بقى من العلم الكون اللي يثبت لي الحكايه دي، وان ربنا يعلم الذره ويعلم اللي مش عارف الايه ويعلمها ايه. قال لك طب تعالى بقى، من الذي خلق السماوات والارض والشمس والقمر؟ حد يقدر يقول غير دي؟ ليه؟ قال لك لانك اتفه اشياء في الوجود تسال تلميذ الاعداد يعرف. تقول لك من الذي اخترع الكهرباء؟ يقول لك اديسون. والذي عمل التليفون؟ فلان. من الذي عمل التلغراف؟ فلان. الله 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 الله. من الذي صعد القمر؟ فلان. الله. بقى الحاجات دي كلها بنعرف تاريخ اللي عملها ونعمل له تمثال ونهيصه. بقى ما حدش يسأل يقول من اللي عمل الشمس؟ الله. من اللي عمل القمر؟ من اللي عمل الهوا دي؟ طب ديك طرف في الحياة إن لم يعلم يبقى زي بعض، ما انتهاش، كانوا ناس عايشين ولا هو يعرفوش حاجة منه. الله. يبقى إذا لما نعرف إن كل اللي عمل حاجة معروف عند الناس، ده اللي ما بيعملوش بيدعوا إنهم عملوا. يبقى اللي يعمل يداري نفسه كده يعني ولا يقولش؟ قال لك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يجرؤ واحد أن يقول أنا أو فلان أو علم. محدش قال أبو، مع أن الملاحظة كتير. حد قال إيه؟ ما يجدوش لها جواب أبدا. يوم يقول لك إيه الله، محدش ادعاها خالص ولا فيش. طب من خلقهم؟ محدش ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق الإنسان. إذن ففي قضية ساعة ما تعرض الإنسان فبهت الذي كفر، ما يقدرش يجاوب، فلا يجد إلا أن يقول الله الله الله. اذا نيجي بقى نشوف بقى، احنا كنا زمان قلنا ان الله اذا قال قولا وقال البشر قولا يجب ان ينطمس قول البشر امام قول الله، لان البشر حين يقنن قوانين يقنن لاشياء شهدها الان، انما ما يعرفش هتجد ازاي، ولذلك بيضطر يعدل القوانين ولا ما يعدلهاش. معناها بيعدل يعني ايه؟ انه فاتوا حاجه والأحداث أثبتت أن القانون قاصر فعملوا الشيء الفلاني. حال قوي. نيجي بقى الحق سبحانه وتعالى نشوف كده إزاي هنثبت حكاية الذرة دي والعمل. نقول إحنا قلنا بقى إن إحنا لما يكون فقرة في الريف واحد ينور بيته بلمضة نمرة خمسة، مش كده؟ وواحد يبقى كبير شوية يمكن شيخ الغفر يجيب نمرة عشرة، وشيخ البلد يجيبها نمرة 15، والعمدة يجيبها نمرة كام؟ يجيبها 30، بتاع كبيرة كده. الله. واللي ترقى شوية وراح البندر وعرف الكهرباء يجيب له بتاع كهربي، وواحد يجيب ايه؟ نيون. الله. إذن احنا ننير ظلماتنا على قدر إمكانياتنا، خلاص؟ والإمكانيات مختلفة، دي كده وده كده وده كده وده. فإذا طلعت شمس الله صباحا كله يطفئ مصباح. كذلك إذا قال الله حكما وقال الناس حكما فيجب أن ينطمس حكم الناس أمام حكم الله، خلاص ما فيش كلام. ولذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهت المسألة، ما عادش في كلام. طبعا الأول تعالى بقى في الذرة دي بقى، إحنا قاعدين أهو فيه نور بقى عندنا اقوى من ده، الظلام ولا حاجه. طب انت شايف الجو هنا ايه شكله؟ في حاجه، في غبار؟ شايف غبار؟ انتوا شايفين غبار في الجو؟ ابدا. مع ان فيه ايه؟ فيه نور، بس النور بتاعنا احنا ما يكشفش الغيب. انما هات قوه بقى، جيب نور الشمس وتدخلها في الاوضه وتبص كده تلاقي ايه؟ مسار الشعاع ده هو كله ايه؟ اذن الشعاع ده بين لنا الذره ولا لا؟ والشعاع من الشمس المخلوقه، فاذا كانت الشمس المخلوقه بينت لنا الخفي علينا، اخالق الشمس المخلوقه يخفى عليه شيء؟ مين اللي قال الكلام؟ مين اللي يقول الكلام ده؟
الله تيجي ازاي؟ ما تجيش ابدا. يبقى اذا العلماء اثبتوا لنا اشياء يؤيدون بها ان ما جاء به الرسول ايه؟ ما جاء به الرسول حق. حين مثلا نقرا في القران كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، احنا سمعناها كده والقران قالها لنا كده. ما بيعلمناش حاجه، ما بيعلمناش لا الحس ولا الالم، ما بيعلمناش، انما هو قالها كده. يقوم يجوا بقى الجماعه بتوع العلماء اللي بيبحثوا في ايه، في وظائف الاعضاء، يقول لك ازاي الانسان بيحس؟ يحس يعني ايه؟ الله، يعني يحس بداخل على ذات تكوينه. واحد ضربني الم، احس بانه بالالم. قام قال لك طيب الحس ده مركزه فين؟ اتلخبطوا الاول. قالوا ايه؟ المخ يروح مد اشاره، البرغوت قرصني، المخ يتنبه يقول لك اقهرش الحته دي او امسك البرغوت اللي هنا. وبعدين قال لك في حاجات ما بتوصلش للمخ والواحد بيحس بها. طب انا جيت مع على عين واحد كده وعملت بصابع كده، قبل ما يوصل صابع ايه اللي يحصل له؟ الله. طب وايه اللي ما اتنقلش لسه ولا الم ولا اي حاجه؟ قال لك ده النخاع الشوكي. وقعدوا يلخبطوا بقى علم بشر بقى عمالين بيحاولوا. وبعدين لما جم الالمانيين قال لك طب تعالى بقى، انا لما بدي المريض حقنه والحقنه بابره اهي، المريض بيحس يتالم امتى؟ قال لك بقدر ما تنفذ الابره من الجلد. الله، اذا الجلد هو محل الاحساس. ومن احنا خدنا القضيه دي بتوع الشرع وقلنا يا سلام، اذا ربنا لما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا. اذا محل الاذاقه هو الجلد. يبقى العالم الكون اداني قضيه نفعتني ولا لا؟ ايوه الله، نفعتني. لما جه العالم الكوني وخد تجربه وراثه ومش عارف وخد ايه وخد ايه وخد ايه عشان يثبت ان الارض كوره والارض بتدور مثلا، الله. وبعدين قال الله اكن ده يهديني الى اشياء. عرفنا بعدين ان الايه، ان النهار الليل والنهار ايه خلفه، وجعلنا الليل والنهار ايه، لا خلفه ايه، لمن اراد ان يتذكر او اراد خشوع. خلفه، خلفه يعني ايه؟ خلفه يعني دي يخلف دي، النهار يخلف ايه والليل يخلف النهار. احنا ناخدها دلوقتي تبقى صح، اقول لك النهار احنا الليل اهو خلف النهار امبارح ولا لا؟ وهيجي بكره يخلف الليل ولا لا؟ نقول له ايوه صحيح الان كده، انما تعالى لي في اول الخالق، ما دام ربنا جعل الليل والنهار خلفه يبقى من اول ايه؟ من اول الخالق. لو ان النهار خلق اولا، يعني الشمس واجهت الارض اولا وبعدين تغيب، يقوم يجي مين؟ يجي الليل. يبقى النهار ملوش مش خلفه، الليل هو اللي خلف مين؟ النهار ده، ده النهار هو اللي جه الاول، لان الشمس خلقت مواجهه لمين؟ للارض، فجاء النهار اولا وبعدين ايه اللي حصل؟ جه الليل. يبقى الليل خلف مين؟ لكن هل النهار خلف شيئا؟ ده اول حاجه حصلت. يبقى لازم النهار يخلف الليل والليل من اول خلق. لانها طب ازاي دي؟ أم قال لك تبقى الشمس، لما ربنا خلق الشمس والأرض خلق الشمس مواجهة للأرض، فالمواجه بقى إيه وغير المواجه؟ ولما الدور النهار يخلف الليل والليل يخلف النهار، يبقى لا تتأتى إلا إذا كانت الأرض مكورة. أهو بتوم نفعونا وخلونا نعمل كده. كذلك نفعونا في حكاية الذر، لما ربنا يعلم الذره نقول له ده مخلوق لله وهو الشمس، اذا خدنا منه حزمه كده ونفذناها احنا نشوف اللي ما شفناهش في الغبار واللي في الذره. يبقى اذا كان المخلوق لله وهو الشمس اداني حاجه تبين لي، يبقى لما ربنا بيقول انا اعلم الذره تقول له لا، ده اللي انا خلقه عرفك الذره وشفته كده بعينك اهو من ايه. يبقى اذا ويرى الذين اوتوا العلم سواء كان علما شرعيا او علما ايه، ويرى الذين وأوتوا العلم، أوتوا مش علموا، كأن محدش عالم بذاته حتى في الكونيات، حتى في الإيه؟ في الكونيات، إنما إيتاء من الله حتى في الأمور التافهة اللي أنت كده تبقى من الله.
ولذلك قالوا والنسيان جندي من جنود الإنسان يخدمه، النسيان. طب إحنا دلوقتي لما بنروح نجيب العيش ونلاقي العيش مبلط، يعني إيه مبلط؟ يعني وشه لزق في ظهره، بترضى بيه ولا بترده ترجعه؟ وعايز عيش إيه؟ أبيب. أهي أبيب يعني إيه؟ أبيب يعني كان في شوية هوا لما النار مسّتهم تمدد، يقوم لما يتمدد عايز ياخد حيز يقوم يأبب الإيه؟ طب وإزاي عرفت الحكاية دي؟ الخميرة دي ربنا ما قالناش عليها ولا حد عرفها، قال لك هي واحدة كانت بتعجن يا عيني وعايزة تخبز، وبعدين شغلها شاغل ابنها وقع ولا جراله حاجة، أمين شغلت عمين عن العجين، وبدلت أوه أنا ناسية العجين، راحت لقى العجين إيه؟ متقالت هببيه زي ما يجي بقى، فخديته كده وراحت حاطه منه في الفرن، ايه لقته ايه؟ قالت يا سلام، اكن لما الواحد يبطل لما يعلى كده هو يبقى يخمر هو اهي فضلت عندنا. ولذلك كل حته خميره الان بتاكلها فيها خميره من بتاعه الست الاولانيه، الاولانيه اخوان كل بتاخد انت خميره من حته بيته من امبارح، وامبارح خدت خميره منين جت؟ الله. يبقى النسيان جندي من جنود الله ولا لا؟ جندي من جنود الله. واحد كان بيولع عشان يتدفى يصطلي بالليل خلاص كده، وبعدين كان دابح الايه الشاه، قام جه ديب عايز ينازعه في الايه في الشاه، يمسك الجاري، قامت حصلت معركه، قامت نطرت حته من الايه من الذبيحه على النار، على ما خلص من حكايه بتاع لقى ريحه حلوه كده، بس لقى حته لحمه ايه في النار. قال الله اذا انا لما اعمل كده ده واشوي شوف جاي ازاي. يبقى اذا الله يهدي ولو بالصدفه، يبقى كل علم حتى الكون من مين؟ لانه اما ادكش العلم قضيه مباشره يدي لك لها مقدمات. قلنا زمان لما كنا بنتعلم ودونا الهندسه في كتاب اسمه هول ونايت، وبنبرهن على النظريات، نظرية كذا وبرهان كذا والمطلوب كذا، مش كده كلكم عارفين دي ولا لا؟ ونقعد نبرهن على النظرية المية بما ثبت في النظرية التسعين، ونبرهن على التسعين بما ثبت في الثمانين، ونبرهن على الثمانين بما ثبت في الايه؟ طب ينزل كده للعشرة عشان ما نطولش، ونبرهن على العشرة بالرابعة، ونبرهن على الرابعة بالتالتة والتالتة والتالتة. طب والأولى بقى برهنت عليها بإيه؟ هات لي البرهان بتاع النظرية الأولى. يقول لك بديهية في الكون، يا أكن كل علم وصل إلى إيه؟ البديهية. إلى البديهية اللي مخلوقة لمين؟ لله. تبقى كل العلم سواء كان شرعي ولا كده من منين؟ الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، يلهمك الأشياء كده هو وتعمل دي ومش عارف تعمل دي وتعمل دي، يطلع العلم كله، لأنه هو في عالم قبل القضية العلمية من أولها، ولا العالم بتاع النهاردة خد علم بتاع امبارح وبتاع امبارح خد علم بتاع اول امبارح بالشكل ده لحد ما يطلع ويزل. ولذلك قلنا لكل علم لكل سر في الكون ميلاد، زي ما احنا لنا ميلاد اسرار الله في الكون لها ايه؟ الجاذبيات لها ميلاد، الكهرباء لها الايه؟ لها كل حاجه لها ايه؟ فان صادف بحث الناس تيجي الايه المقدمات وتيجي النتيجه، وان لم يصادف بحث الناس والميلاد جاء يوم يديها ربنا لهم صدفه، يقول لهم انت تعبت بس اغبيه اما اديها لكم. ولذلك العلم دلوقتي اللي هو فيه اشياء مذهله كله جاي بايه؟ بطريق الصدفه. البنسلين جه بطريق الصدفه، صدفه كده جت من شرق الله. ولذلك هناك في الحق سبحانه وتعالى في العلم الكوني يقول يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه ايه سنه ولا هو ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء. ميلاد ان يشاء الله، فان شاء وانت تبحث يديها لك، وان شاء ولم تبحث يديها لك صدفه بقى، يديها لك ايه؟ لكن العلم اللي مش كوني ولا لوش ابدا حاجه كده بتاع ربنا بس مستاثر بيه يقول لك ولا يحيط، ما يقولش ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء،
يقول لك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى. ادي العلم اللي محدش بقى له دعوه به. انما علم كوني يديه له زمن يتولد ايه فيه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى ويرى الذين اوتوا العلم اللي هو العلم الشرعي زي ما قلنا اهل الكتاب او العلم الايه الكوني يرى ان يرى ايه الذي انزل اليك من ربك الحق. يرون ان الذي انزله الله عليك الايه هو الحق. المفعول الثاني بتاع يرى ما قالش الحق قال هو الحق. هو ساعة ما يجيب ضمير الفصل دي يعني ان غيره مش حق. ان غيره تقول فلان هو الرجل يعني اكن غيره مش رجل. فما قالش الذي انزل اليك من ربك الحق لا هو الحق. ما دام قال هو ديا تقوم تعرف ان دي خاصيه بمين؟ بالله لوحده ما يدهاش لحد ابدا. ولذلك في كلام سيدنا ابراهيم الذي خلقني ايه؟ ما قالش الذي خلقني يهديني لان يهديني ويمكن غيره يهديك يا سيدي. قال لك هو يهديني يعني هو بس. والذي ايه؟ والذي ايه؟ هو. ولا قال يطعمني بس والذي هو يطعمني ايه ويسقيني. احسن تفتكر ان ابوك اللي بيجيب لك اللي مش عارف ايه. والذي يميتني ما قالش هو يميتني لان ما فيش حد ادعى ان ايه ان غير ربنا يموت. غير ربنا يقتل بس انما ما يموتش لان في فرق بين الموت والقتل. الذي يميتني ايه واذا مرضت يقوم يقول هو. ليه؟ لانك انت يمكن فاهم الدكتور اللي انت رحت له شاطر وعرف الداء والداك البتاع. قام قال لك لا هو مش الطبيب يعالج ولكن الله هو الذي يشفي. نعم. يبقى لما يقول هو يعني معناه ايه؟ مقصورة على هذا لا تتعداه الى غيره. طب ويرى الذين اوتوا العلم ان اللي انزل اليك ايه؟ الحق. لو ما قالش هو يمكن الحق يجي من غيره. قال لك يا اخي هو في حقين؟ قام قال لك ايوه حقين بالظن. حقين بالظن ده حق وده حق بس الجهه منفكه. بس الجهه ايه منفكه. زي ايه يعني؟ افرض ان واحد قال لك والله انا كنت سهران امبارح بالليل في المكان الفلاني انا وفلان. تقول له يا راجل التقيل ده فلان انا مودعه في المطار امبارح ومسافر على بره. يا راجل بلاش كده والله. ويقعد يحلف. الناس اللي قاعدين مش قادرين يصدقوا ده ولا يصدقوا ده. فراحوا متصلين بالتليفون لقوا فلان. قال له يا فلان انت مش كنت مسافر امبارح؟ قال والله انا كنت مسافر امبارح وبعدين في المطار كلموني في التليفون ان الواد براد الشاي وقع عليه وحرقه فرجعت من المطار علشان الله. يبقى ده حق وده حق ولا لا؟ يبقى هو الحق يبقى غيره باطل. انما لو قال الحق بس يمكن غيره حق راخر على الظن يمكن غيره هو الحق. ويرى الذين اوتوا العلم ان الذي انزل اليك هو الايه وغيره يبقى باطل. انما لو قال الحق بس يقول ما يمكن في حق تاني ويبقوا الاثنين هو الحق. الحق ده حد ينكره؟ طب ده انت لما تحب تأيد نفسك في اي حاجه تقول ده حق يعني لا يجب ان ينازعني فيه احد. بيبقى الدعوه بتاعتك ان ده حق. يبقى الحق لا ينازع ايه؟ لا ينازع فيه. امر ثابت حق امر ثابت. فاذا كان هو امر ثابت يا طلع ينفعك ولا ما ينفعكش؟ قال لك هو ثابت ويديني نفع. الله ده يبقى فيه حجتين اثنين انه حق ثابت وانه ايه بيديني نفع. قال لك هو الحق يعني غيره باطل. وكمان مش بس هو الحق الامر الثابت اللي يجب تتعصب له ويهدي الى صراط العزيز الحميد. يبقى في امرين ولا مش في امرين؟ امرين تشجع بايه؟ تشجع على ايه؟ اللي ما ياخدوش على انه متعصب للحق ياخدوا على الفايده بتاعته يا اخي. يبقى اذا دي حيثيات الايه؟ حيثيات التمسك بالايه؟ بالحق. ويهدي الى صراط ايه؟ العزيز الحميد. العزيز احنا قلنا العزيز هو الذي لا يغلب ولا يقهر. تقول الشيء الفلاني عز عليا ما قدرتش عليها وفلان ده شيء ده عزيز يعني ما حدش يقدر ايه يقهره. اهي العزيز دي ادتني
لان في صفتين اتنين، انك ترهبه وترغبه. الكلمة العزيز دي تعمل ايه؟ ترهب، لانه لا يغلب. ما هم معاجزين هناك مش كده؟ لو كانوا عارفين انه عزيز لا يغلب ما كانوش يعملوا العملية دي. يبقى العزيز دي صفة تدي ايه؟ رهبة منه. طب وحميد؟ حميد محمود، الله، ده حميد ده دليل على انه عنده حاجات كويسة بيديها للناس ويحمدوه عليه. يبقى صفة العزيز ادت مين؟ الرهبة. وصفة حميد ادت الرغبة. ادت ايه؟ يبقى فيه رغب وفيه ايه؟ وفيه رهب. ويهدي الى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا، يرجع للكافرين برضو، يجيب دي ويرد عليها ويجيب دي ويرد عليها. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قال الإيه؟ الذين كفروا طبعا. طب القول يحتاج إلى قائل وإلى مقول الله، وإلا هيكلم نفسه يعني ولا إيه؟ من قول قال يبقى فيه إيه؟ واحد بيخاطبه. وقال الذين كفروا، بيقولوا لمين بقى؟ طب الذين كفروا هم اللي بيقولوا، هيقولوا لمين؟ يقولوا البعض مثلا، يقعدوا يستمروا كده، او يقول المتبوعين الى الاتباع اللي بيقلدوهم بقى وبياخدوهم كده. بيقولوا كلمه هل ندلكم، هل ندلكم، انت مش عايز كده اقول لك حكايه عجيبه شويه اقول لك عليه؟ رجل، الرجل يعني مش عارفين انه محمد، ده معناها ايه؟ عشان تعرف انهم اغبياء في حتى في النطق، في النطق البلاغي اللي هم مشهورين به. بقى انتوا تقولوا رجل محمد، طب ده انتم التغفيل يركبكم وتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام عرفت ان رسول الله، ايه الغباء ده يا اخوان؟ طب عرفت ان رسول الله، الله الله، يبقى غباء ولا لا؟ بقى الغباء ده يقدر يقول على محمد ان رجل، يجيبها بكلمه رجل. هل رجل يعني ايه؟ هو يقصدون النبي، يبقى ده استهزاء واستنكار، يعني عمليه يعني. ينبئكم، والنبأ خبر عظيم، مش مطلق الخبر تسميه نبأ، النبأ هو الخبر الايه المهم. ما اقولكش انا النهارده اكلت كوارع، ما اقولكش انا اشتريت طعميه كانت طلعت كويسه، ولا الفجل مورور، ما يبقاش نبأ، ده كلام، ده عادي، خبر عادي. انما النبأ يبقى امر ايه؟ وامر مهم وعجيب ويشغلك ويشغل الناس. ولذلك عما تساءلون عن النبأ العظيم، ما اكتفاش بكلمه نبأ بل جاب له وصف تاني، الذي هم فيه ايه؟ فيه مختلفون. بقى انتوا تقولوا على محمد رجل وربنا يغفلكم وتقولوا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب انتوا ثبتوا رسول، زي ما يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد قلاه والوحي فطر عنه، ما عادش بينزل له جبريل. طب اشمعنى دلوقتي عرفتوا ان محمد له رب؟ طب ما كنتوا بتقولوا ده كذاب ولا له رب ولا اي حاجه. لكن اصلها هنا في السوق، ما دام قلى وهجر وما عادش يقولوا رب محمد ايه؟ مما يدل على انهم برضو ايه؟ مغفلين. نعم. هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق؟ مزقة، التمزيق هو ابطال الكل عن اجزائه، يعني في حاجه كل كده وبعدين نعمل ايه؟ نقسمه، نبعد الاجزاء عن بعضها. انا قاعد على كرسي، الكرسي ده كل مكون من خشب، مكون من ايه؟ من مسامير، ومكون من غيره، ومكون من شلته متنجده، ومكون من ايه؟ دي اجزاؤه. مزقته يعني ايه؟ رحت مطلع الاجزاء دي بعيدها عن بعض عشان الكل ينهدم. يبقى ما هو التمزيق؟ نعمل ايه في التمزيق؟ هو ايه بقى؟ اننا نبعد الاجزاء المكونه للكل عن بعضها عشان ينتهي الايه؟ ينتهي الجزء. لكن انا عملت الخشب كده وطلع لوحده، والقطن طلع لوحده، والقماش طلع لوحده، والمسامير طلعت لوحدها.
قال لك برضو نقدر نمزق الخشب، ها نمسك بتاعه ونفتته كده ونكسره مش عارف ايه. الله، يبقى اذا التمزيق معناه ايه؟ اذهاب كل بايه؟ بتقطيع اجزائه. والتقطيع ده بقى له الوان مختلفه، ولذلك قال اذا مزقتم كل ممزق، مش مزقته بس، كان التمزيق له ايه؟ له كتير حاجات كتير قوي. مثلا اللي بيموت اول حاجه بيطلع منه الميه، والميه تروح في الجو كده وتروح، ويمكن نشربها مره ومره 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 بس اتكررت فوق. الله، وبعدين اللي اجزاء بتاعته تبقى تراب. طب تبقى تراب في الارض، والتراب في الارض ينزل عليه الميه يقوم يتسرب في الارض. اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد، ضللنا ان روحنا في المتاهه بتاعت الارض، انا لفي خلق ايه؟ في خلق جديد. الله، طب مش ممكن ينحرق، يموت في حريقه وبعدين يطلع بتاع كبار كده ويطلع في الجو؟ مش ممكن حيوان ياكله؟ مش ممكن طير يقعد يا ملاه؟ الله، اذا التمزيق له ايه؟ التمزيق له اسباب متعدده. ولذلك قال مزقتم كل ممزق. قلنا بقى اذا التمزيق ياتي في الكل، يبقى ما هو الكل؟ الكل مقول على شيء كثير بس مختلف في الحقيقه. الكرسي خشب، والخشب غير المسمار، والخشب غير القطن، والخشب غير القماش، والخشب غير الغيره. يبقى الكل مكون من هذه الاجزاء، لكن كل جزء له ايه؟ له تكوين خاص. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه كل. لكن في حاجه اسمها كلي. كلي زود ايه بس؟ كلي. قال لك برضو الكلي مطلوق على حقيقه، على اشياء كثيره، بس الاشياء الكثيره مفصوله عن بعض ومتفقه في الحقيقه. كلمه انسان كلي ولا كل؟ بالنسبه للافراد يبقى كلي، لانه الانسان يطلق على كل المجموعه، بس الاجزاء بتاعته مين؟ متفقه في الحقيقه، حقيقتها زي حقيقتها زي حقيقتها، بحيث يقال عن كل فرد فلان انسان. انما هل اقول الخشب كرسي؟ ما اقولش الخشب كرسي. يبقى ادي الفرق بين الكل والايه؟ والكل. يبقى مزقتم كل ممزق، كل تمزيق يطرا على بالك انكم ايه تكتمون. ولذلك هناك في قولها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قاف والقران الايه؟ المجيد. بل عجبوا ان جاءهم من ايه؟ فقال الكافرون هذا ايه؟ اذا متنا، هذا شيء عجيب، متنا وكنا ترابا أئنا لفي، بس جابوا تراب يعني، بس جابوا حاجة ممزق واحد، أئنا لفي خلق جديد؟ ذلك رجع بعيد، ذلك رجع من أم هو يرد عليهم ويقول لهم إيه استعجبوا عليه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منه. وما دام علمنا ما تنقص الأرض منه هجيب اللي ناقصه ونحطه كده، يطلع عبد الرحمن، يطلع يطلع. ومش بس هنتفق على علمنا بس، وعندنا كتاب حفيظ، وعندنا ايه؟ كتاب ايه؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. كلمه جديد ان يعاد شيء الى اصل تكوينه. يا اخوانا انت قلبت البدله ده بقت جديده. الواحد لما قلب بدله ولا قلب كاكولا ولا اي حاجه وبعدين يبص يقول لك والله ده بقت جديده خالص. يبقى الجديد هو ايه؟ ان يعاد شيء كان في الاصل وبعدين يعاد، اسمه ايه؟ شيء جديد. افترى على الله كذبا. ما هو في ناس قالوا انتوا عايزين ننبأكم بمن يخبر، برجل يخبركم انكم اذا مزقتم كل ممزق، يبقى بيتكلم واحد اهو خلاص كده. اللي بيتكلم ده له ناس بيسمعوا. فالذين قالوا افترى على الله كذبا ام به جنه، اللي بينقل لهم الكلام ولا اللي قالوه؟ يصح ان اللي قال نبئكم، عايزين انبئكم بواحد براجل ينبئكم انكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد، الراجل ده افترى على الله كذبا ولا هو مجنون؟ او اللي سمعهم قالوا الله يقول ازاي يقول الكلام ده؟ افترى على الله. يبقى يصح يكون من القائل ومن الايه؟ ومن المقول له. والى لقاء اخر ان شاء الله.